عم نتابع فقراتنا. مايا انضمت لنا وعندنا حصه كثير حرزانه وكبيره من ولاده بالدنيا بمواضيع رح نحكي فيها، وخصوصا اليوم البخل عند الاطفال. ما بعرف اذا اطفال معقول يكونوا بخله، يعني انا عن جد الموضوع هيك اثار كثير تساؤلات عندي، رح نعرف تفاصيل عنه اكثر وبالمحطه الثانيه رح نكون مع اتصالاتكم. صباح الخير. في برد؟ في برد كتير، بس انا عم بتدفى. عم بتدفى هون. اكيد. سؤالي، الاولاد بيكونوا بخلة؟ هلا نحن اكيد سميناه بخل لانه بالعنوان اللي بيعطوه بعض الاهل للاولاد، يعني البخل بمعنى انه الولد اللي بيرفض يعطي. يعني كثير بتسمعي امات بيجوا بخبروا انه بحسه بخيل او بحسها بخيله، بمعنى انه إذا عم ياكل شيبس ممنوع إنه إذا مدينا إيدنا بدنا ناخذ شيبس ما بيعطينا، أو بوب كورن أو وات إيفر، أو إنه هو ما بيعطي إذا بنعطيه مصروفه، بجمع 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 مصروفه، ونحن عم نعطيه مصروفه بالنهاية تيصرف، يعني حتى إذا احتاج لشيء رح معنا على السوبر ماركت ينبسط فيهم، يعني يمكن ياكل بالكانتين بالمدرسة، بتشوفي بيقول لك إنه لا ما بدي أدق فيهم، أنت بدك تعطيني وإلى آخره. فهون الموضوع بياخذ طابع إنه هل إنه ابني او بنتي بخلة، هل انه هيدا بنسميه بخل؟ عم نحكي عن اي عمر يعني بهيدا تيكون وعيه؟ عم نحكي بين سبعة عن عمر بتتراوح بين السبع سنين، ست سبع سنين وال 12 13 سنه. لانه اذا عم نحكي عن حاله بخل كبخل، يعني ما تسمى باللغه الفرنسيه الافاريس، يعني اللي هي البخل، هون من بعد ال 12 13 يعني بعز سنوات المراهقه صار كثير من السهل تعرف اذا هالمراهق عن جد بخيل او مش بخيل. بينما مثل ما قلت غاده باعمار اصغر نحن كاهل بنقول انه حسيته بخيل لهالولد وما بدك انه يكون بخيل، بدك اياه انه يعطي اكثر، فبيتم اطلاق تسميه البخل. هلا الموضوع بيتفاوت اوقات، هيدا يعني غير الموضوع يلي الاولاد ما بيحبوا مثلا انه حدا يلعب بالعاب او هيك، غير يختلف كليا اكيد. يعني السيناريو يلي موجود مثل ما قلت ويلي كثير بيكون قوي، يعني بنشوفه بشكل متكرر وبنشوفه انه لا في شيء لازم نعمله، انه يكون حدا من اولادنا مثل ما قلت عم ياكل شيء وتطلبي منه انه يعطيكي حبه، وعم ياكل شيء مثل كريكري مثل تشيبس مثل شيء فيه يعطي حبه منه، وهو يخبي الكيس ويرفض انه ممنوع تاخذي ولا حبه. او مثل ما قلنا انه حتى هون بعطي مثل انه بالمدرسه، يعني افترضي مثلا انه هو عنده ثلاث اقلام رصاص ورفيقه اللي حده ما عنده ولا قلم رصاص وطلب منه لانه بده يكتب يعطي كمان ما يعطي مثلا، يعني بنبلش نلاحظ انه في مشكله بالعطاء، مش قادر هو يعطي ان كان ماكولات او اشياء تانية، او في بعض الاولاد اضافه للشيء اللي هلا انا حكيت عنه بجمعوا الاشياء، عندهم كوليكسيونيزم بشكل عن جد بيبقى كثير مبالغ، يعني بجمعوا اشياء بتبقى ما لها قيمه مثل مثلا ورق بونبون، مثل كراتين بلا طعم صغار هن للكب بيكونوا، جومات او ستيكرز بيكونوا شالون عملوا فيهم بريكولاج وشالون مثلا عن الكرتونه او وات ايفر، كمان بتشوفيهم عم بيجمعون وهن ما لهم عازه بيكون، واذا جينا نحن كبيناه هون او قلنا لهم انه لا هول بدنا نكبهم او هول مش عايزينهم، بنلاحظ انه في تمسك فيهم بدهم هيدا. فاذا مش اي ولد تمسك بالاغراض هو ولد بيرفض يعطي، تنكون واضحين. في التمسك بالاغراض وقتها بيتواجد عند اولاد اضافه للتمسك بالاغراض وتجميع الاغراض، كمان عم نلاحظ انه عم يرفضوا يعطوا، وعندهم حب انه يجمعوا كل شيء بما فيه المال، يعني صار عندهم مبلغ مهم كثير ومبلغ قادر يجيب لهم ثلاث اربع العاب، وحتى ما بدهم يشيلوا من هالمبلغ تيشتروا شوكولا على الفرصه مثلا بالمدرسه. هون بنبلش نفكر انه ليه عم بيصير هيك مع الولد، وبنبلش اكثر ندفع الولد ونحس الولد، نعمل له موتيفيشن انه هو يعطي ونعلمه انه هو يعطي اكيد، لان هذا موضوع بيكون كثير اساسي. لانه ليش بيصير هيك؟ هل هو يعني طبع انه فجاه، او بيكون في شيء يعني في اهل يمكن عم بيقولوا ما بعرف لاولادهم انه ما تعطي ما كذا هول لك ومش لحدا تاني، يعني في منا هيدي الولد بده يتعلم من محل، يعني ما خلق كبير انه انا ما بعطي. مظبوط. هلا خلينا نبلش اول شيء من ناحيه نظريات التحليل النفسي الشهيره مع فرويد. نحن بنعرف انه عمر السنتين هو عمر اكتساب النظافه،
وبنعرف قديش في ولاد ممكن انه هن يعذبوا فعلا بهيدا العمر، ولاد بيحتفظوا بالتبرز، يعني ما بيكون عندهم حاله التبرز وبيرفضوا وبيحصروا حالهم، يعني بيحتفظوا بما يسمى لماتير فيكال وبيرفضوا، والاهل كثير بيتعذبوا بهيدي المرحله اوقات مع هول الاولاد. هلا هون بنظريات التحليل النفسي هالعلماء اصروا على انه هالاحتفاظ بشيء كثير غالي جسديا بخصهم عم يخلق لهم شعور بلذه جسديه معينه، والشعور باللذه الجسديه هو عم بيعلمهم لمرت الجاي انه ايه انا كمان ارفض الدخول للحمام وارفض حاله التبرز لانه انا بدي احتفظ لهالشيء لإلي. هيدي نظريات التحليل النفسي يلي بتربط موضوع البخل بين مزدوجين عند الاولاد بمرحله اكتساب النظافه عند الولد، وهون النصائح يلي تعطى للاهل بهيدي المرحله انه شجعيه انه تقولي له انه هيدا كادو لمامي، انه انت بس فوت على التويلت وتكون حالة التبرز بالتويلت هيدا بيبقى كادو لمامي وجفت، ومامي حتكون كتير مبسوطة منك. هون نظريات التحليل النفسي اللي بتغوص أكيد بأعماق التحليل النفسي إذا بقدر أقول. هلا وفي دراسات تمت عن هيدا الموضوع بهيدا بس إذا بدنا نحكي بطريقة أكثر ملموسة، يعني إذا بدنا نحكي بطريقة سلوكية أكثر على الأرض مع أولادنا شو بيصير. هلا المثل اللي أعطيتيه أكيد موجود يلي هو إنه ما انا عطيتك كيس بسكويت في 4 بسكويت، ليش عطيت حدا؟ ما انت بتجوع. هون وقت الولد بيجي بخبرنا انه عطي، نحن لازم ننتبه عن رده فعلنا، بنقول له انه اذا انت شفت انه على بالك تعطي ومنك جوعان بقى، انه اوكي برافو مامي انك عطيته، وبنروح اكثر من هيك حتى مع الولد، يعني فينا نقول له للولد انه معلي لو كان على بالك تاكل 4 بسكويت، بس ما هو شفته انه ما معه شيء، ما معه فريانديز، اعطيه. يعني نشجع انه الولد يعطي، نحن كأهل مش كل الأهل بيشجعوا انه الولد يعطي، يعني أوقات في أهل بالعكس بحذروا الولد انه لإلك هي الساندويتش، لإلك بيكون جاي هو مبسوط انه عامل شيء مهم، عم بيقول لك انه رفيقي ما جايب اليوم مثلا ساندويتش معه، ما جايب ساندويتش معه، أنا قسمتها بالنص أنا وياه، لا ما أنت بتضل جوعان اللي عطيته إلى آخره، أكيد هيدي الأشياء رح تشجع الولد انه يترك الأشياء لإله، يحتفظ فيها لإله وما يعطي. فإذا بالعكس نحن بدنا نشجعه انه يعطي للولد، يعني نحن بدنا نعطيه يمكن شوي زياده حتى هو يعطي، وحتى لو ما اعطيناه شوي زياده نتركه على ريحته اذا هو حابب يشارك 100%. يعني في كثير مثلا بالمدارس ترند وانا موضه هيك بحسها حلوه ومهضومه للاولاد، بتعلم الاولاد العطاء، بيبقوا كل واحد جايب شيء مثلا وبيعملوا مثل انسور دو بيكنيك على الريسس او على الفرصه، بتشوفيهم انه بحطوا شيء بيفرشوا كل هالفريانديز، او اذا امه اللي عطيته فريز اللي عطيته تفاح وات ايفر وبصيروا يتشاركوا، هيدي شغله كثير حلوه ومشجعه على الولد لحتى هو يعطي اكيد. هلا في كمان انه في اهل بيعيشوا اولادهم قبل اوانهم الهم المادي اللي موجود بالبيت، يعني مثلا تنقول انه انكسر شيء بتفوتيه بتفاصيل، يعني بنقول له مثلا انه ما انا كثير تعذبت تجربة هالشغله، ما انا اشتغلت جمعتين تقدر جمع حق هالفاز وانت كسرت هالفاز، ونحن لازم ننتبه، ونحن الوعظه بتصير تاخذ وقت وبنحسس الولد بالذنب. هون كمان اذا بحسس الولد بالذنب انه هو فرط باموال معينه من خلال انه كسر الفاز او من خلال انه عطيتك 3000 وقلت لك اشتري ب 1000، هو استحلى اشترى ب 2000 او اشترى ب 3000 مثلا، كمان اذا بصير فيها التحذير هيدا بشكل دائم انه لا انا مش قادره اعطيك غيرهم، ما انت شايف انه نحن عم نجمع تنعمل كذا مثلا بالعائله، او انت شايف انه بابا هلا شغله مش كتير ماشي، ولو كيف تشتري ب 3000؟ هيدي الاشياء وقتها بتتكرر بنكون عم نعيش الولد الهم المادي، والولد بكون عم بخلق له خوف مره ورا مره انه اللي راح ما يرجع، انه المصاري اللي انصرفت ما بقى فيني ارجع مثلها انا، فاذا انا معقول امرق بضيقه، معقول ما نقدر ناكل او معقول ما نقدر نشتري الاشياء اللي نحن بنحبها، وبيؤدي الموضوع الى انه الولد يحب يجمع المصاري وبيخاف انه هو يصرف المصاري. هو اساسا الغاده بس هو ضروري، يعني هلا موضوع اذا بدك ابار انه اذا في العائله مرقه بضائقه ماليه او اي شيء مفروض انه الولد يعرف، يعني أكيد. مش بده يقوم كل يوم على بكره ليه ما اعطيتوني واعطيتوني وانا بدي كذا، يعني بالاجمال صح؟ بالضبط بالضبط، بس هون كله بي بي كله بيصب بقديش انت الطريقه عم بتعيش الولد الامور بعمقه، يعني مثل ما عم بتقولي نحن مفروض نقول لاولادنا اكيد بدءا من عمر 7 سنين وما فوق، لانه قبل صعب اولادنا انه يعيشوا معنا هيدي الحاله،
بطريقه ذكيه قبل يعني من مرق له مساجات، بس ابتداء من هيدا العمر نحن بنقول لاولادنا انه نحن هلا معنا هيدا المبلغ، وهيدا المبلغ نحن بدنا نقسمه لانه عندنا المدرسه، عندنا السوبر ماركت، عندنا الشغله المهضومه اللي انت بدك تستحليها بس تروح على المكتبه، واذا اشياء نحن مش عايزينها ما في لزوم انه نحن نجيبها، لان نحن بندخر المال لشيء ثاني نحن عايزينه اكثر، فاذا وقتها بهالمنطق نحن بنحكي مع الولد ما بنخلق له خوف من المستقبل، لانه مقابل هالمنطق انا بقدر كمان اقول له للولد انه انت ما تعتل هم، انا عم اقول لك هالشيء لانه انت ممبر من هالعيله، فرد من هالعيله، بس ما تعتل هم، انت اتكل علي، طالما انا موجود او طالما نحن موجودين نحن دائما رح نكون قادرين انه نحن نخليك تكون مبسوط وقادرين ناكل ونشرب. هاي الاشياء بدنا نفوت فيها بالتفاصيل مع الاولاد اللي بيكون عندهم اوقات خوف انه هن ما قادرين يعيشوا، بقى نحسسهم بامان، امان من خلال وجودنا بحياتهم اكيد، وما بيمنع انه الولد يشترك بامور معينه، يعني مثلا بعطي فكره انه فينا نعمل بالعيله مثل فاميلي بوكس او علبه هي علبه العيله، وكل حدا بضل معه شيء بحط، يعني اذا انا اعطيته 2000 ليره تشتري للمدرسه بقى معه 500 ليره مثلا بحطها، انا رجعت بحط شيء من جزدان البي الولد الثاني قد ما كانوا صغار، وهيدي ذس از ذا فاميلي بوكس، يعني ما عم نحط تيروحوا المصاري لحدا واحد ويشتري لعبه فيهم، هيدي لحتى اخر الشهر نحن نفرطها ونشوف قد ايه بيطلعوا، ونشوف نشتري شيء كل العائله بدها تنبسط فيه، او نعمل سورتي كلنا سوا، يعني فيها شيرنج بدها تكون، او اكثر من هيك هيدي كمان هيدا المبلغ في ينصرف لحتى نحن نساعد حدا محتاج كمان، ومساعدة المحتاجين هي أكثر شغلة بتشجع أولادنا إنه هن يعطوا، لما نحن بنساعد المحتاجين، فإذا هون في كثير طرق لحتى نحن نعلم أولادنا إنه هن يعطوا أكيد، وفي كمان الحالة اللي ما حكينا عنها يلي هن الأولاد يلي بيكونوا وقتها بيصرفوا شيء عندهم احساس كثير قوي بالذنب وبيعملوا شيء تيعوضوا، يعني لاني صرفت هيدا الشيء مثلا بعمر 9-10 سنين، شو بدي اعمل تعوض؟ بجمع مقابله اشياء كثيره، او اوقات هلا بحكي عنها هي حاله مرضيه، او اوقات لاني صرفت هيدا الشيء بصير عيد كلمات بقلبي، بصير عيدها وكررها لهالكلمات لحتى انا اتخلص من شعور بالذنب انه انا صرفت، هون نحن قدام حاله وسواس. نحن ما بقى عم نحكي عن ولد هيك متحفظ بالعطاء، صرنا قدام حالة وسواس مرضية وبتستدعي أكيد علاج إدراكي وسلوكي، وقت كتير بحسب العمر العلاج بالأدوية. هلأ بدنا نحكي كمان شغلة غادة، أنه أكيد في عيال محتاجين لدرجة أنه حقوق البسيطة اللي الطفل المفروض يحصل عليها ما قادرين يأمنوها لأطفالهم، وهيدي العائلات اللي أكتر شيء اكيد ما بتنحسد على وضعها لانه بتوصل اختلف الموضوع بتوصل لانه هي مجبوره انه تفسر للولد انه نحن انه ما قادرين هالقد بدك تعيش معنا نحن هيك قادرين نعيش اكيد، بس حتى هيدي العائلات وقتها بتمرق بفتره بتنفرج ماديا او مثل ما بيقولوا ربنا بيفتحها بوجهها، حتى هيدي العائلات هون بهيدي الفترات مهم انه تنقل المساج للولد انه احنا صار فينا نصرف وننبسط ومنروح ومنجي ومنشتري، فاذا المساج اللي بنبعته انه نحن بدنا نعلم اولادنا اكيد الاداره بالمصروف، بس بدون ما نعيشهم الهموم الماديه قبل عمرهم، هيدا واحد، واثنين انه نعلمهم يقسموا مصاريفهم بطريقه فيها تنظيم اورجانيزاسيون، انه بعرف انه انت هلا جمعت هيدا المبلغ لهم سنه تيتا وجدو بيعطوك تا انت جمعت هيدا المبلغ او بابا او انا، بس انت كمان ما تصرفه على شيء بلا طعمه، كمان جمعه بدك تعرف واعمل شيء بتنبسط فيه وانت عايزه، يعني البرايورتي بدي اعلم الولد انه والمشاركه اهم، يعني انت فيك تنبسط كثير اذا جبت هيدي اللعبه، بس انت يمكن عايز هيديك اللعبه اكثر لانه هيدي عندك مثلها لو صار موديل قديم، بس انت هيديك اصلا ما عندك اياها، او الجاكيت عايزه اكثر او الشوز عايزه اكثر، هون بنفوت ب هاو تو برايورتايز، كيف بدنا نعمل برايورتي للولد. عظيم، نحن اول فقره مع بولادي بالدنيا خلصت، بس اكيد مايا بعدها رح تبقى معنا، بناخذ بريك وبنرجع من بعدها بنتابع مع اسئلتكم ويلي حابب يتصل فينا.